بني آدم تعال نسألك مرة سؤال، لمتى تدون بين ظلم وبين نور؟ يا بني آدم تعال نسألك مرة سؤال، لمتى تدور بين ظلم؟ خذ عدل الملاحظات اللي عملتها وجيب الملف مرة ثانية. تم طال عمرك. اهلا اهلا ابو شنب، تفضل تفضل. السلام عليكم من اشبيه. وعليكم السلام والرحمة. هاش الاخبار؟ الاخبار ما سمعتش الاخبار، ما حدش بلغ سعادتك عن الاخبار. المقالة اللي كتبتها وبعتها للجريدة مكسرة الدنيا. هاي السولعية حين بطير من الفرحة لأنها تنتظر هذا المقال اللي كتبت عنها من فترة. أمال وإحنا بنلعب ولا بنلعب يعني؟ نشوف خلنا نشوف. ألو، إيش هذا اللي ينشر في جريدتكم يا أستاذ مصطفى؟ من تكون هذه السولعية اللي كل يوم والثاني كتبت عنها خبر وكأنه ما في فنان في البلد غيرها؟ لو تكتبون عنها إنها رائدة من رائدات التجديد في الفن التشكيلي؟ إذا هي رائدة نحن من نكون؟ منو هذا اللي شغلة جريدتكم وجرائد أخرى؟ وبعدين ليش ما تطلع باسمها الحقيقي عشان كلنا نعرفها؟ انت شفت لوحاتها؟ هذا يسمى عبث ما له أي علاقة بالمدرسة التجريدية. تكراره في جريدتكم بهذه الطريقة تجاهل متعمد للمدرسة الواقعية اللي أنا وغيري من الفنانين والفنانات ننتمي لها. وبعدين أشوف كل من هب ودب قام يرسم باسم المدرسة التجريدية، تعرف ليش؟ لأنهم ما يملكون الموهبة الحقيقية. أنا أتفق معاك يا أستاذة سعاد، أتفق معاك في كل اللي تقوليه. أصلاً أنا أردد هذا الشيء دائماً، بس إيش يطلع بيدي أسويه؟ كيف إيش اللي يطلع بإيدك يا أستاذ؟ مو أنت المشرف على الصفحة الفنية في جريدتكم؟ فالمفروض أن نوقف هذا المهزلة اللي تصير باسم المدرسة التجريدية، إن كنت متفق معي. أنا مقدر غضبك يا أستاذ، صدقيني مقدر غضبك، بس ترى ما بيدي أسوي شيء. أنا مسؤول عن كتاباتي ما عن كتابات غيري، وفوق هذا كله ممكن يشكو بي عند رئيس التحرير. يعني إيش أقول لهم بعدين؟ بيتهموني 100 تهمة وتهمة، بيقولوا لي منحاز لفئة معينة، بيقولوا لي إن أنا أصادر فكرهم. يعني شخص كاتب مقالة تحليلية، بأي عذر أجي وأوقف هذا النشر؟ بس هذا تحليل غير منصف، عبارة عن تطبيل بعيد كل البعد عن واقع اللوحة. أنا فنانة وعارف هالشيء. بعدين من يطلع هذا الناقد مرعي أبو شنب؟ أبو شنب ناقد معروف، يعني أنت حتى لو دخلتي جوجل وكتبتي أبو شنب راح تعرفي من أبو شنب. لكن ترى في النهاية يعني هو له علاقاته. على فكرة أزيدك من الشعر بيت، هو ترى جالس يكتب ما بس في جريدتنا، جالس يكتب حتى في جرائد ثانية. يا ستي إذا عرف السبب بطل العجب. اللي قصده يقول والله أعلم إن كفيل أبو شنب زوج السولعية وتاجر كبير ومدلع زوجته وما يرد لها أي طلب. عوض من قاش، سمعتي عنه أكيد؟ هي هي عرفته، بس أول مرة أعرف أن هذه المغمورة اللي اسمها السولعية تطلع زوجته. أستاذ مصطفى، أنا عندي رأي. إيش رأيك أنت بنفسك تكتب قراءة نقدية صادقة عن لوحات السولعية عشان تعرف فيها مصداقية اللي اسمها مرعي أبو شنب؟ صدقيني حاولت، لكن ترى أنا تخصصي أني أعمل حوارات مع الفنانين، يعني أغطي مناشطهم فعالياتهم. أما أني أكتب مقال تخصصي يعني الفن التشكيلي، بحر بحر عميق ما أقدر أكتب أنا فيه، يحتاج واحد متخصص. وأبو شنب متخصص لكن للأسف ما عنده مصداقية يلبي رغبات كفيلة.
هلا حبيبتي. هي شفته توني واصلة على آخر سطر من اللي كاتبه أبو شنب، بس في مفردات وألفاظ كاتبنها أنا ما فهمتها، كأنها لغز، مثل الانزياح اللوني، الرومانتيكية. راح أسأله عنها لما يجي. إيش قلتي؟ الفنانات التشكيليات مقهورات من المكتوب؟ خليهن ينقهرن، عسى يطق لهن عرق إن شاء الله من حسدهن وغيرتهن. قولي آمين. اللوحة الجديدة ما أعرف إيش راح تكون، بس أكيد راح ننجزها في أقرب وقت. هلا سارة. ها إيش سويتوا؟ خلصوا ترتيبات المعرض وبطاقات الدعوة؟ لا خلاص، اللوحات كلها جاهزة، بس باقي لوحة واحدة وشغال عليها، قريب أخلصها إن شاء الله. أوكي يلا مع السلامة. من الشرق صرح يتجلى في سماء العلم، تنطلق جامعة الشرقية لتكون رافداً علمياً رصيناً وتحقق أهدافاً تقود لمستقبل أفضل. جامعة الشرقية توفر لك كفاءات عالية وخبرات طويلة ومنحاً وخصومات تصل إلى 75% للطلبة المتفوقين، مبان عصرية مجهزة تكنولوجيا ومعامل حديثة. سارع بالتسجيل الآن في إحدى كلياتها الخمس: كلية الهندسة، كلية العلوم التطبيقية والصحية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الحقوق، كلية إدارة الأعمال. تواصل معنا عبر البيانات الآتية: جامعة الشرقية، طريقك للإجادة والريادة. مرحبا بكم على متن طيران السلام. اكتشف العالم معنا هذا الصيف من خلال وجهاتنا المذهلة. سافر إلى سراييفو وباكو والإسكندرية وطرابزون وإسطنبول وطهران وغيرها من الوجهات. احجز رحلتك اليوم، سافر مع طيران السلام، ثالث أحدث أسطول طائرات في العالم وأحدث أسطول بآسيا لعام 2022. بعدني حاسة في شيء ناقصني يا عوض، ما أدري إيش هو. حبيبتي أنت كاملة والكمال لله، ما ناقصنك شيء. شوف العز اللي أنت فيه، كل شيء تحت أمرك يتصرف. أنت بس أشري بيدك وأنا مستعد أحقق لك اللي تمنيه. عارفة، لذلك أقول لك هذا شعور كاذب وتجاهلي. أنت لو بقيت تصدري كتاب ذيك السنة وصار عندك هاجس إنك تصيري كاتبة، أصدرنا كتاب باسمك. أبو شنب ما قصر، خلص الموضوع بشهرين. لكن انت حبيبتي ما بغيت تستمري، استهواك أضواء الفن التشكيلي وبغيت تصيرين فنانة تشكيلية معروفة، وهذه انت اليوم الحمد لله أشهر من نار على علم، بفضل الله وبثم فضل أبو شنب اللي يطوع الشيء مثل ما يطوع الخباز الطحين. شمسة قالت لي إن الفنانات التشكيليات زعلانات من اللي ينكتب عني. خليهن يغيبن، يشربن من ماء البحر المالح، ايش علينا منهن؟ يا عوض بي، عوض باشا، هذا مش اللي جاي. يا عوض بي خاطرك بيسويش.
هذا الرجال من يوم جبناه هو نافعنا. ايش رايك تزيد راتبه في الشركه شوي؟ يستاهل. حبيبتي انت تامرين امر، انت تعرفين انا ايش كثر احبك، كل شيء تحت امرك وتصرفك. حاضر. وابو شنب يستاهل، بس مثل ما خبرتك اللي تبغينه بيسوي. مساء الخير عوض بيك. السلام عليكم. مساء الخير يا نجمتنا الجميله. اهلا. تفضل استريح وشرب. اهلا وسهلا. الله الله، ايه الجمال اللي انتم فيه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ كيف اصداء المقال اللي نشرت عني؟ اصداء؟ اي اصداء؟ ده الاصداء مالت الدنيا، ده عمل ضجه في الدنيا كلها. والله يا عوض بيه، صحفيين معروفين وكتاب عالميين اتصلوا بيا، عجبهم قوي الروبرتاج اللي انا عملته ونزلته في الموقع الالكتروني بتاع الجريده، ومضيت انت عارف مرعي ابو شنب عمل شغل كبير كبير، حتى طلبوا مني شيء، قالوا لي يا ريت يا ريت يا استاذ مرعي تاخد لنا ميعاد مع الفنانه الكبيره نعمل معاها كم حوار كده. قلت لهم لا سوري ما اقدرش، لازم استاذنها الاول. لو حضرتك ما عندكيش مانع انا تحت امرك. ما عندي مانع. يعني اوكي، ولا تقلق دماغك ابدا، هم هيبعتوا لي ان شاء الله الاسئله على البريد الالكتروني بتاعي، واخده بال حضرتك، اشوف الاسئله المناسبه اجاوب عليها الاجابات المظبوطه، وقبل ما ارسلها ليهم هوريها لك تطلع عليها. مش هيبقى فاضل ليكي انت غير انك تشوفي لي كام صوره حلوه كده من صورك الجميله تناسب الموهبه العظيمه بتاعتك. انا بعطيك صور جديده ما في مثلها. والله يا عوض بي أنا متأسف، يعني أنا مكسوف، والله مكسوف الحقيقة. الإقامة بتاعتي قربت تخلص، والعقد كمان فاضل لهم شهرين. ما في داعي تذكرنا يا أبو شرف، الموضوع منتهي. لا وبعد في لك زيادة في راتبك كمان. أقول لك أبو شنب، المقالة اللي كتبتها في مصطلحات ما فهمتها، أحسها صعبة شوي، ممكن تبسطها لي؟ أخاف حد يسألني. شرفتني، شرفتني بالحضور. شكرا شكرا. في شيء مو صح قاعد يصير. قبل 5 سنين لما كنت أسوي معرض كان المكان يمل من الناس، الحين موجودين يعدون على أصابع، وواضح إنهم جايين بس يطالعون، بس يتفرجون، مو جايين يشترون. إحنا وزعنا دعوات بكل مكان ونشرناها بكل الصحف، فمو فاهم اللي قاعد يصير. ناشرينه في مساحة واجد صغيرة ومقطعينا بعد، وحتى صور ليش ما محاطين؟ ممكن يطلعوه من الأرشيف أو يطلعوه حتى من جوجل. ما عدا مصطفى والسولعية صفحة بالكامل ناشرينها، وش ما الصحف هذه؟ وهذا اللي قهرني. يمكن لأنش توقفتي فترة بعيد عن الأضواء؟ ما له علاقة، أنا صنعت اسمي في الفن التشكيلي، فحتى لو توقفت فترة تاريخي ما يموت. توقعتك أول الحضور يا أستاذ مصطفى للتغطية. خليني أتنفس شوي وأسلم عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. صدقيني بالرغم من كل انشغالاتي جيتك. يعطيك العافية. تقديرا لك ولتاريخك. في حد من الإعلاميين وصلوا قبلي؟ كان في واحد موجود صور شوي وما طول مشى، ما سألت تابع لأي مؤسسة، كنت مشغولة مع راعي المناسبة. طيب باخذ مجموعة من الصور. شكرا. خذ راحتك. كل اللوحات انباعوا واندفع ثمنهم. كيف؟ وكل اللي كانوا موجودين واضح انهم جايين بس يشوفون، وشافوا شوي ومشوا. ولا يهمك يا سعاد. ولا تاخذي بخاطرك. اللي ما يعرفك ما يثمنك. عبد الكريم هو اللي اشترى كل اللوحات. ليش؟ أنت مو هاوي لوحات أصلاً. أنتوا خذوا راحتكم، أنا بنتظركم برا.
وبعدك تسأليني ليش؟ يعني ما عارفة؟ عارفة ومستغربة. أنا عطيتك ردي أكثر من مرة، قلت لك أنا نذرت حياتي كلها للفن، الفني وبس، ما أفكر في الزواج. لأني أحبك وتابع أخبارك أول بأول. أنت الله يهداش ما أعطيتي نفسك فرصة حتى للتفكير. ما أحتاج أن أفكر، أنت اللي المفروض أنك تفكر، واللي قاعد تسويه هذا جرم بحق نفسك. أنت رجل أعمال مشهور وناجح وكل بنت تتمناك، وأنت جالس تلهث وراء حب قديم. قديم قديم نشأ في حارة بسيطة، كنا صغار نلعب غميضة ونسوي مقالب في بعض، ذكري. كبرت وكبر معي ما قدرت أنساه. أنت رحت في طريق وأنا بعد رحت في طريق، بعدت بين الأيام، بس صدقيني الحب هذا ظل باقي في قلبي وما راح يروح. قدمت لك أكثر من مرة، للأسف رفضتيني. أنا ما رفضتك أنت، أنا رافضة فكرة الزواج، وصدقني الوقت اللي أفكر فيه بالزواج بتكون أول شخص، لأني متأكدة من حبك لي. بس حالياً ما أبي أي شيء يشغلني عن لوحاتي. طيب إذا وعدتك أني ما شغلك أبداً ولا أتدخل في شغلك، واعتبري هذا عهد مني. كلهم يقولون هالكلام في البداية، وبعدها حب تملك وغيرة و... سعاد أنت تعرف زين أني أنا ما منهم، هذه معرفة سنين طويلة، ما يوم أو يومين. أنت حتى رسائل الجمعة اللي أطرشها ما ترد عليها. لأني عارفة إيش وراها. لمتى يا سعاد؟ العمر يمضي. ابق قليلا، دع كل شيء ينتظر. بإمكانك أن تجعل عقارب الأزمنة تتوقف. ابق قليلا، هناك متسع من الوقت في هذه الثانية لتعيد لكل لحظة شعورها الحقيقي. ابق هنا للأبد. ريدان، عش كل لحظة. أجمل شهر شوفه كما غيمة سعادة تنهمر، أحيا في جدب قلوبنا نبتة سرور تكبر، وحن عظلها متجمعين في موعد فطور وسحور. مرن سنين متباعدين، لكن مع التكنولوجيا ابتكرنا طرق مختلفة لتواصلنا، ذكرياتها بتظل حديث موائدنا، وبتظل روعة رمضان بلقيا الخلان. ربي يديمه بالهنا وإحنا في وسط أحبابنا. أهلا صديقي، أنا الحقيقة بعت لك صور وخبر عن السولعية، أرجوك تعمل لها مساحة كبيرة وتفرد لها عندك كده الخبر وتهتم بالموضوع، لأن في الحقيقة في الطريق في مفاجأة حلوة ليك. أيوة يا سيد أنا عارف، أنا كنت عاملها لك مفاجأة، إنما أنت واضح إن ما عندكش صبر. شوف يا سيدي، دعوة المهرجان السينمائي، بوكيت ماني، إقامة، تذكرة، أكل وشرب، أنت ما عليك إلا تحضر شنطة سفرك، وأنا إن شاء الله هوفيك بكل المعلومات، بس اهتم لي بالموضوع. مع السلامة حبيبي، مع السلامة، في أمان الله. جيب التراب. نامي على اللوحة وتقلبي. نعم قلت لك نامي على اللوحة وتقلبي، سوي اللي أقوله.
زولي عن وجهي. أحس اللوحة ناقصها شيء، ما أعرف إيش هو. يا ربي مليت. أنا انطباعي عنه إن رجل ذوق وراقي، كل بنت تتمناه. بس أنتي ليش ما تتزوجي؟ بصراحة لأني خايفة. مش مخوفك منه؟ أخاف بعد الزواج يبعدني عن فني ولوحاتي. ما يكفي إني أحبك؟ لا طبعاً مو كافي. حريتي كإنسانة وفنانة أهم من المشاعر. ولا تنسي دام إن الحب موجود معناته إن الغيرة موجودة. أنا إيش اللي يضمن لي إنه ما يحكرني بعد الزواج؟ إيش تفعلي؟ أنا مو قادرة أفكر، أفكاري كلها متشتتة، خصوصاً من طلعت لنا هذا اللي اسمها السولعية وأبو شنب، لا فن ولا تاريخ، ومعطينا أكبر من حجمها، وناسينا نحن الفنانين الحقيقيين. اللي فينا مكفيني سارة. متى من المفترض توصل الشحنة الجديدة من الأغنام للميناء؟ ما أقل من أسبوع تقريباً. وشحنة الحديد؟ المفروض باكر تكون واصلة. طيب بلغني بنتوصل. تم طال عمرك ولا يهمك. انا عطلتكم معي اليوم، مفروض دوامكم مخلص. ولا يهمك طويل العمر، احنا جاهزين في الخدمة. بارك الله فيك. اهلا اهلا مشرف، انت بعدك في الشركة؟ هعمل ايه عوض بيه؟ اعمل ايه حضرتك؟ شغل المدام يعوض بيه. كان عندي شوية مراسلات مع الوكالات العالمية والاجنبية والمحلية، ما انت عارف ما اقدرش اتأخر، لا يمكن اتأخر عن طلبات المدام ابدا. طيب ايش رايك تروح معي البيت الحين وتشوف الصورة الاخيرة اللي رسمتنا السولعية، وبالمرة تتعشى معي. اتعشى؟ انت بتتكلم جد؟ تفضل معي. تفضل تفضل، طول عمر بيتك بيت كرم. تفضل يا فندم. تفضل. وين مدام؟ Going outside. الظهر راحت تشتري أصباغ. تفضل أبو شرب، بنشوف اللوحة لحد ما ترجع المدام ويجهزوا العشاء. تفضل البيت بيتك. يا سلام، طول عمري بيتك بيت كرم. تفضل. إيش هذا؟ إيش اللي مسويت لنا هذا القطة مبهدلة الدنيا؟ حاجة ما تخطر على بال حد. شفت كيف؟ حاجة مذهلة، حاجة مدهشة. نعم؟ انت ايش تقول؟ زين جيتي بنت الحلال، شوف القطة ايش مسوية، ملاخبطة الدنيا. الله، ايه اللوحة الجميلة؟ ايه اللوحة الساحرة؟ اللوحة دي اي حد هيشوفها هتبقى موضع إشادة وإطراء من الجميع. هذه؟ أيوة، اتفرج شوف حضرتك. قطة مجهولة. قطة؟ لا استناني بقى. قطة مجهولة تمشي على كومة من الرمال بالألوان الطبيعية، وتترك وراءها خط، واخد لبالك، يدعو إلى التأمل والتفكير. شوف الحلاوة، هو ده الفن الحقيقي. حبيبتي اليوم بيمثل اللقاء اللي صار مع أبو شنب في محطة نسيت اسمها بصراحة. كيف عرفت؟ خبرني أبو شنب وأنا طالع من الشركة، واتصل فيه المذيع وقال له عن موعد البرنامج. عاد هو الحين راح ينشر الخبر في الفيسبوك والتويتر واللي مثلها. انبسطتي؟ واي
هذا الحين انا ابغي لك هاي الحبه لا حبيبتي عشان خاطري ماري. هم 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 اي الحقيقه يعني احنا لو تمعنا ودققنا في لوحات فنانتنا الكبيره السولعيه حقيقه سواء القديمه اللي عملتها قبل كده او الجديده هتجد انها تعتمد على عنصر التجسيف لخلق عوامل متباينه في نسيج تجريدي خد بالك من كلمه تجريدي دي وخاضع للتجريب والتجديد وكل ده ليه قولوا لي هقول لكم انا لتعزيز مكانة وأهمية المدرسة التجريدية والتجريبية في عالم الفن التشكيلي حقيقي يعني طب أنا أقول لكم حاجة في تجربتها الأخيرة وأنا أقصد لوحتها العبقرية اللي سميتها القطة العابرة وظفت السرعية خدوا بالكم من التوظيف وده حصل لأول مرة في التاريخ وظفت أثر أركيولوجي حي لحوافر ومخالب قطة في لوحة فنية تجمع بين الواقع والخيال مستفيدة من مسببات ومعطيات الطبيعة والحياة في سيرورة الزمان والمكان أي أيوة والله وبمجرد التأمل للوحة يتبادر إلى ذهنك أو لذهن المتلقي كمان سؤال ملح عن علاقة القطط وغيرها من الحيوانات مش القطط بس معلش يعني بالألوان والرملة والإنسان معها وفي هذا المنعطف الفلسفي المثير للأسئلة والمحفز على البحث والتأمل هي يعني المسألة مش لوحة وخلاص لا دي فيها بحث وتأمل يخفف الفن التشكيلي رسالة ويفرض أهمية في حياة الشعوب والأمم أي والله أنا بقول مش أي كلام دي الحقيقة يعني إيش الكلام هذا؟ هذا كله كذب لا السولعية فنانة حقيقية ولا هذا ناقد صادق كذاب هذا كله كذب وتطويل ابق قليلا دع كل شيء ينتظر بإمكانك أن تجعل عقارب الأزمنة تتوقف ابق قليلا هناك متسع من الوقت في هذه الثانية لتعيد لكل لحظة شعورها الحقيقي ابق هنا للأبد ريدان عش كل لحظة أجمل شهر شوفه كما غيمة سعادة تنهمر أحيا في جدب قلوبنا نبتة سرور تكبر وحن عضلها متجمعين في موعد فطور وسحور مرن سنين متباعدين لكن مع التكنولوجيا ابتكرنا طرق مختلفة لتواصلنا ذكرياتها بتظل حديث موائدنا وبتظل روعة رمضان بلقيا الخلان ربي ديمة بالهنا وإحنا في وسط أحبابنا مرحبا بكم على متن طيران السلام اكتشف العالم معنا هذا الصيف من خلال وجهاتنا المذهلة سافر إلى سراييفو وباكو والإسكندرية وطرابزون وإسطنبول وطهران وغيرها من الوجهات احجز رحلتك اليوم سافر مع طيران السلام ثالث أحدث أسطول طائرات في العالم وأحدث أسطول بآسيا لعام 2022 ايش تقولي؟ سعاد حالتها سيئة ايش اللي حاصل؟ وليش ما خبرتيني؟ أنا كنت بتردد أخبرك يمكن إذا عرفت راح تزعل مني لكن لما شفت حالتها تسوء يوم بعد يوم أنا شكيت البنت راح يكون عندها اكتئاب حاد كان لابد أني أنا أخبرك اكتئاب حاد؟ خير؟ ما عرفت ايش السبب؟ بل أعرف هذه اللي اسمها السولعية وأبو شنب هم السبب اللي هي فيه سولعية وأبو شنب إيش الأسامي الغريبة هذه؟ من هذيل وإيش علاقتهم بسعاد؟ والله ما أدري شو أقول من وين أبدي مسكينة سعاد والله ما تستاهل سمعيني يا سارة مثل ما يهمك أمر سعاد أنا يهمني أمرها أكثر الله يخليش خبريني كل شيء تعرفيه وبالتفصيل
سعاد حتى تليفونك مسكرت إنه ما في أحد قادر يوصل لك. مع عبد الكريم تليفونك. بليز بليز كلمي. هلا عبد الكريم. لا تكوني فاكرة إني بتخلى عنك في ظرف مثل هذا. إذا غيري جاب أشباه نقاد، أنا راح أجيب اللي ينصف الفن التشكيلي بشكل عام وينصفك بس بالحق. ما عاش اللي وصلك لهذه الحالة وعبد الكريم حي، لا السولعية ولا حتى هذا اللي اسمه أبو شنب. أنا راح أتصرف، لا تخافي. لحظة عبد الكريم، اسمعني شوي. عبد الكريم، ليه رحتي خبرتي؟ أنا مو ناقصة مشاكل، أخاف أسوي شيء غلط. الحقيقة عوضي، إحنا محتاجين شخص يساعدنا يمسك تويتر وإنستجرام وفيسبوك، وأنا هتولى المحطات الفضائية والصحافة، لأني فعلاً آخر مرة المدام حسيت كده إنها زعلانة من التقصير اللي حاصل في الفيسبوك. أنا ما عندي مانع، بس نبغي لنا واحد زين مضمون مثلك ما شاء الله عليه. على ضمانتي، وبعدين ما تقلقش، هو هينفذ، هيبقى تحت إشرافي، أنا هعمل كل حاجة. طيب والسولعية إيش رأيها؟ أكيد هتتبسط، لأن الموضوع ده هيخدم أخبارها، عمرها ما هتعارض. الاقتصادية لأي مجتمع. الأستاذ هاني القصاب. يا أهلا وسهلا، أهلا بالمبدع الكبير، شرفت ونورت. تفضل تفضل. يا حيا وسهلا. الحمد لله على السلامة أستاذ هاني القصاب، شرفت ونورت هذا المكان. الله يسلمك. صراحة أنا سمعت كثير عنك ويشرفني أني أتعرف عليك ويصير بيننا هذا التعاون. طبعا كل التفاصيل الآن صارت عندي، وبحب طمنك أنه رح نبدأ بداية قوية جدا، وإن شاء الله رح تكون النتائج كما تريد وأحسن بإذن الله تعالى. أستاذ هاني، أنا اخترتك لأنك من أهم النقاد في مجال الفن التشكيلي في المنطقة، وهذا الشيء نفتخر ونعتز فيه. أنا ما راح أكون مثل غيري، لأني أريدك تقول كلمة الحق. عموما إيش تحب تشرب قبل لا نبدأ في التفاصيل؟ يحسب للمدرسة الواقعية بمذاهبها الرمزية والتعبيرية بأنها رافقت الإنسان منذ مراحل حياته ومحطاتها وانتقالاتها، منذ أن كان يعمل في المجال الزراعي وكان يتعلم المجال هذا المجال، وصولا إلى الثورة الصناعية والتقنية حول العالم، معبرة بمفرداتها، معبرة عفوا بأدواتها عن مفردات الحياة وأنماط المعيشة. وبذات الوقت أيضا كانت وسيلة أو كانت سلاحا للدفاع عن الأوطان والمجتمعات، ووسيلة لفضح الممارسات. طبعا هنا يمكن القول بأن المدرسة الواقعية كانت هي الأقرب والأصدق للناس إذا ما قارناها بالمدارس الفنية الأخرى، برغم التهميش الذي عانت منه المدرسة الواقعية سارة من أنصار المدرسة. تعالي تعالي بسرعة، شوفي هان القصاب على التلفزيون. طبعاً هذه المدرسة الفوضوية التي لا تمت إلى الفن وقواعد الفن بأي صلة ولا لجوهر الأشياء. هنا حدثت الطامة الكبرى للأسف الشديد، بأن النقاد الحقيقيون الذي يعول عليهم على تصحيح المسار التزموا الصمت واكتفوا بمراقبة ما يحدث من عبث وفوضى تقترف باسم الفن التجريدي، وطبعا فتحوا المجال لأنصاف النقاد والمأجورين وما أكثرهم بهذه الحياة ليدلوا بدلوهم في مجال الفن التشكيلي وفلسفة التجريد. الله عليك. مية مية. شخبار عبد الكريم؟ ما أعرف عنه شيء، ما كلمني. أظن أن الأوان تكون تحت سقف واحد. عبد الكريم سند وعون لك، وانت شفتي بروحك. يعني هو كلامك صح، بس هو ما فتح معي الموضوع من جديد. يعني يصير انا اللي اروح اكلمه، ولا انت ايش رايك؟ انا بوصل له خبر، والله يتمم على خير ان شاء الله.
مالك حبيبتي خير؟ هدي من مزعل منك؟ اسأل ابو شنب من هذا اللي اسمه هاني القصاب؟ قبل شوي كان طالع يتكلم في التلفزيون كله يتكلم عن المدرسة الواقعية. قريت الصبح على الريوخ وقلت اتابع واعرف مغزاه. ما طراني بالاسم بس كل الهمز واللمس في كلامه حسيته كأنه يقصدني، كأنه يعرفني. من هذا؟ ألف سلامة. ما أقدر، شكرا. يا من أش بيه سلعية هانم هيبقى لها شأن كبير قوي في مجال الطرب والغنى. والله شوف يا أبو شرب، أنا مستعد ألبي لك الرغبات إذا أنت شايف عنده هذه الموهبة. أنا شايف، أنا سامع، سامع كروان بيغني. كروان يا من أش بيه. ما دام إنها كروان مثل ما تقول، أنا مستعد أوفر لها كل شيء، بس انت عليك انك توقف معها وتساندها وتشجعها. انا تحت امرك وامر سلعية هانم.